يقول: إذا كان هناك حديث وحكم عليه أحد العلماء المتقدمين بأنه ضعيف أو بالعكس، ثم أتى شخص من العلماء المتأخرين وخالف ذلك العالم المتقدم، فبمن نأخذ؟ ننظر في حجة الفريقين. إن كان عندك استطاعة تقارن بين حجة الفريقين ترى أيهما أصوب أفعل، وإذا لم يكن عندك استطاعة فاسأل أهل العلم وأهل الفن، اسأل أهل الفن علماء الحديث يخبرونك بأصوب القولين. نعم.